السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام. نواصل مع الفيديو الثالث للرد على الدجال علي منصور كيالي. والحقيقة بالرد على هذا الدجال أرد في نفس الوقت على كل بقية الدجالين المتاجرين بالدين والعلم، مستغلين جهل عامة المسلمين بالإسلام من جهة وبالعلم الحديث من جهة أخرى. عندما نكتب على جوجل كلمة إعجاز علمي لا تجد اكتشاف حديث تم اكتشافه إلا ووجدوا له تأويل في القرآن أو في السنة. ما خلاو فضاء، ما خلاو طب، ما خلاو فيزياء، ما خلاو كيمياء، ما خلاو علم الاجتماع، ما فماش علم من العلوم الحديثة أو الاكتشافات الحديثة، حتى النظريات القواها في القرآن، حتى النظريات اللي مازال العلم ما كملش عطاها الرأي الأخير فيها خرجوها من القرآن. وهذا إن يدل على شيء، يدل على أن هذه العصابة منظمة من أجل استبلاه المسلمين الذين بدأوا يشكون في الإسلام ويشكون في القرآن نتيجة التطور العلمي. ورأى هذه العصابة السعودية شيء طبيعي، وبأموال ما يسمى المؤلفة قلوبهم يشترون أشخاص مثل زغلول النجار، مثل علي منصور الكيالي وغيرهم من الأشخاص لكي يضحكون على الذقون. وهناك هيئة عالمية بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة أسستها السعودية تابعة جامعة الملك عبد العزيز، وهذه الهيئة مهمتها ليس شراء تجار الدين بل حتى شراء أشخاص في الغرب فاشلين علميا من أجل أن يمروا هذه الأفكار الجاهلية. المشكل مع الأسف كثير من المسلمين اليوم يصدقوا أن فما هناك إعجاز علمي في القرآن والسنة. إذن نواصل مع هذا الدجال علي منصور كيالي. وعرفنا في الفيديو السابق أن الذرة المذكورة في القرآن ما عندها حتى علاقة بالذرة المكتشفة حاليا، وإنما تم استعارة هذه الكلمة من القرآن لأن ليس هناك في اللغة العربية ما يدل على الذرة المكتشفة حاليا. كما أن الآيات اللي يذكرها علي منصور الكيالي عن فيزياء الليل لا تدل لا على فيزياء الليل ولا على فيزياء الظلام، وإنما مجرد هرطقة. وكذلك بما يخص فيزياء الصوت، القرآن لم يقدم شيء جديد على ما هو معروف في ذلك العصر. إذن في هذه الفيديو باش نتكلموا على الكذبة الرابعة اللي يتكلم عليها علي منصور الكيالي، وهي السماوات السبع. اسمعوه إيش يقول. القرآن الكريم تحدث أن فوقنا يوجد سبع طبقات، لا ثمانية ولا خمسة ولا ستة. أولا خلينا نعرف كلمة سماء. أولا كلمة سماء ما هيش كلمة جاب بها القرآن، موجودة عند كل الشعوب وعند كل الحضارات وفي كل الأديان، وهو مصطلح يدل على كل ما هو فوق الأرض سابقا، لأنهم كانوا يسخيبوا الأرض مسطحة. أما اليوم فهو كل ما هو حول الأرض يطلق عليه سماء، وهو كما قلت مصطلح معنوي ليس مكان بحد ذاته. هوني سي علي الكيالي يستغل جهل المسلمين بالأديان الأخرى وبالحضارات القديمة، ويحاول أن يوهمهم أن القرآن هو أول من تكلم عن السماوات السبع والطبقات السبعة والأراضي السبعة، وهذا بالطبع غير صحيح. لو عدنا للديانات القديمة سوى اليهودية أو غيرها أو غير اليهودية، ونعود إلى الحضارات القديمة من العصر البابلي، سوف نجد أن هذا المعتقد يسود قبل محمد بآلاف السنين، وإن محمد عندما جاء هذا المعتقد كان منتشر. إذن محمد لم يأتي بأي شيء جديد، وإنما وصف ما كان معلوم في عصره. في ذلك الوقت كانت العباد تتصور اللي الأرض مسطحة واللي فوق الأرض فما طبقات، وهذه الطبقات كانوا يتصوروها عبارة على بناء، وهذا الكل نجدوه في القرآن واضح. معناتها كيفاش يتكلم على أنها السماء بناء وأن السماء تسقط وتتشقق السماء وغيرها، رغم اللي تو اكتشفنا اللي السماء هي مصطلح معنوي ليس مصطلح مادي ملموس. ونعرف وإحنا عندما نرجع للحضارة البابلية القديمة اللي هي قبل الإسلام،
وكانوا معناتها مختصين في دراسة الكواكب ودراسة السماء ودراسة النجوم، وكانوا يتصوروا ان من هوني معناتها من الارض للقمر هذيك تتسمى سماء، ويعتبر القمر كوكب. ثم من القمر الى عطارد اللي هي معناتها ارض ثانيه، معناتها سماء، هذيك السماء الثانيه، يعني من القمر الى عطارد، ومن عطارد للزهره هي سماء اخرى، هي السماء الثالثه، ثم من الزهره للشمس هي السماء الرابعه، ثم من الشمس الى المريخ هي السماء الخامسه، ثم من المريخ الى المشتري هي السماء السادسه، ثم من المشتري الى زحل هي السماء السابعة. وهكذا كانوا يتصوروا اللي كل سماء عندها الكوكب متاحة. هذاك علاش القرآن وتيتكلم على حسب المعتقد هذا يقول معنتها سبع سماوات وسبع أراضين، ما عندها حتى علاقة لا بطبقات الأرض ولا بطبقات الجو. إذا كل ما جاء في القرآن عن السماء هو متعارف عليه في ذلك الوقت، والقرآن لم يأتي بأي شيء جديد. خلينا نتبعوا السارق حتى الباب دارو ونسمع الكيالي ايش يقول. اذا نظر اي انسان ولو عن طريق المنظار الفلكي لا يمكن ان يعد هذه الطبقات السبعه. بدا عد الطبقات السبعه بعد ان بدا عصر الفضاء بعام 1957 عندما صعد يوري جاجارين السوفيتي في اول رحله له في شهر نيسان ابريل. تابعوا معايا كيفاش علي منصور كيالي يسخر من عقول المسلمين ويقول لا يمكن معرفة طبقات الجو الأرضي إلا بالخروج منها. ثم يذكر لنا مثل يوري جاجارين اللي هو أول رائد فضاء، ويقول لنا إن بعد خروجه في أبريل نيسان 1957 تم اكتشاف طبقات الأرض، وهذا غير صحيح. أولا، تم اكتشاف طبقات الأرض قبل سفر يوري جاجارين، بل تم صنع المكوك على أساس معرفتهم بطبقات الأرض وكيف الخروج من طبقات الأرض. فلا يمكن أن يكون السفر بدون دراسة علمية دقيقة أولا. ثانيا، هوني علي الكيالي يستخف بالمسلمين ولا يدقق في معلوماته، ويقول لنا أن يوري جاجارين صعد إلى الفضاء في نيسان 1957، وهذا غير صحيح، بل أول رحلة فضائية تمت في أبريل 1961. أما لأن علي الكيالي متأكد 100% أن المسلمين لا يراجعون بعده المعلومات التي يقدمها، فهو يمكن له أن يكذب عليهم ويقول ما يريد. فلنواصل مع هذا الدجال. اكتشفوا أن فوقنا يوجد سبع طبقات. القرآن الكريم من 1400 عام قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا. خلينا نرجع عليه بالنقطة بالنقطة. يقول هوني علي الكيالي إن العلماء اكتشفوا أن هناك سبع طبقات. أولا، من قال لك أن هذه الطبقات المكتشفة مقصود بها السماوات؟ نقطة أولى. نقطة ثانية، الاسم الذي يطلق على هذه الطبقات هو الغلاف الجوي الأرضي، وليس هناك أي إشارة إلى ذكر سماوات. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، العلماء يقولون أن هذه الطبقات متداخلة بطريقة لا يمكن التمييز من بينها، وهذا الذي يجعل اختلاف العلماء. وهنا علي الكيالي شيء طبيعي لا يقول للمسلمين إن العلماء يختلفون في تحديد عدد طبقات الغلاف الجوي الأرضي، فما اللي يقول أربعة، فما اللي يقول ثلاثة، فما اللي يقول خمسة، فما اللي يقول سبعة، فما اللي يقول ثمانية، فما اللي يقول عشرة، وفما أقرب شيء يقولوه ستة، على خاطر ياسر متداخلة مع بعضها بطريقة نجم من بين واحدة وواحدة نجعل واحدة أخرى في الوسط. لكن علي الكيالي يعرف اللي المسلمين جهال فقال لهم سبعة، ويعرفهم اللي هما ما همش باش يقراوا ويشوفوا اللي الكلام متاعو غير صحيح، لأن طبقات غلاف الجو يختلفوا العلماء فيها وكل واحد يحددها بسبب تداخلها من بين بعضها. مبني فوقنا بناء كل طبقة تغلف الطبقة الأخرى، من بين هذه الطبقات التي أقامت العالم ولم تقعده طبقة الأوزون، ومنها طبقة الأيونوسفير. إذا ثبت في عصر الفضاء أنه فعلا وعلى ارتفاع 400 كيلومتر فوقنا هنالك سبع طبقات من الغلاف الجوي. ويواصل علي الكيالي السخرية من المسلمين ويقول
إن القرآن يقول إن السماوات تم بناها بناء. هو يقول في تعريف نفسه إنه مهندس معماري. نسأل هنا علي الكيالي، هل البناء يكون بشيء مادي ملموس أم بالهواء؟ وإحنا نعرف الآن إن هذا الغلاف الجوي ليس له أي علاقة لا بالبناء لا بالطبقات، وإنه متداخل وإنه غلاف يحمي الأرض. وأنت قلت هنا إنه يرتفع على مستوى الأرض ب 400 كيلومتر، يعني على حسب قولك أنت السبع سماوات موجودة في الغلاف الجوي. إذن موجود في السماء سبعة من بعد 400 كيلومتر؟ هل موجود عرش الرحمن؟ نعرف أن علماء المسلمين وتسألوهم السؤال هذا حتى في العصر هذا كذبوا هذايا الإعجاز، لأنهم اطلعوا أن الطبقات هذه ليس لها أي وجود عددي محدود وأنها متداخلة. هوك حطيت لكم عندها الفتوى متاع العلماء المسلمين في هذا العصر، لأن هذه الكذبة متاع أن السماوات السبع هي طبقات الجو كذبة واضحة وباينة، ما يفطنش بها كلش البهيم اللي عمره ما قرأ وعمره ما عرف وعمره ما فكر. ففي الآية الأخيرة من سورة الطلاق ورقمها 12 قال تعالى: الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ماذا يعني؟ أي من أرضنا الواحدة هنالك أيضا سبع طبقات من غلافنا الجوي. هذا الغلاف الجوي قال تعالى عنه: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. ويختم علي كيالي حديثه عن السماوات السبع بذكر هذه الآية التي تقول خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. في الحقيقة لم أفهم تفسيره لهذه الآية، حيث قال ماذا تعني هذه الآية؟ أي حسب قوله هو من أرضنا الواحدة هناك أيضا سبع طبقات من الغلاف الجوي. هل فهمتم شيء من هذا الكلام؟ في الحقيقة يجب أن تكون مسلم لكي تفهم ما قاله علي الكيالي، لأن نفس علي الكيالي لو سمع الفيديو الذي بثه على النت هذا الكلام سوف لا يفهم هو نفسه ماذا قال. فما دخل الأراضين بالغلاف الجوي؟ أريد أن أفهم لو كان عندكم تفسير لما قال علي الكيالي. المهم هذه اكتشافات بالعامية لا يمكن لبشر مهما بلغ من العلوم أن يتحدث عنها قبل 1400 عام، فالقرآن كتاب سماوي. أي اكتشافات يا علي الكيالي؟ أي اكتشافات؟ نجم تقول لنا شنو هي الاكتشافات اللي ذكرها القرآن عنده 1400 سنة؟ يا ولدي اللي ذكروا القرآن عن السماء منذ 1400 سنة هو نفسه اللي كانوا يعتقدوه الناس في الوقت ذاك، ما زاد حتى حاجة. لو ترجع للقرآن وتشوف الآيات اللي ذكرت فيها السماء، مرة بناء مرة سقف مرة تتشقق، ومن بعد يجي يقولك وزينا سماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. يعني سماء الدنيا يعني السماء هذه، يعني على حسب طبقات الجو هي قبل السحاب، يعني الطبقة الأولى. يا ولدي يا أخي يا أخي تخمم ولا ما تخممش؟ باهي منلومش أنا راني هوني، منلومش القرآن إنه أعطاه معلومات غلط، على خاطر القرآن جاء عنده 1400 سنة، وهذا عادي إنه يتكلم بلغة قومه، العباد وقتها يفهموا الحاجة هذيك على حسب المعتقدات بتاعهم. كانوا يسخايبوا السماء سقف، وكانوا يسخايبوا عنده أعمد وما تتراش، وكانوا يتصوروه كيف الخيمة ولا كيف الدار، على خطر ذاك هو مستوى تفكيره وذاك مستوى علمه. ولكن المصيبة في كنتي اللي تجي توا وتقول اللي هذا كلام معناته يدل على أنه كلام إلهي بأي شيء. فهل أعطاء معلومات غالطة يدل على أنه القرآن كتاب إلهي بامتياز؟ بل ما قلته الآن والتأويل متاعك والعلماء، ذكرت لك العلماء المسلمين اللي مسألت هذه معناته السبع سماوات يكذبوها كليا، لأن الظاهرة الكذبة واضحة وبينة وما تحتاج لحتى دليل. ولكن مع الأسف هذوما الإعجازيون يواصلون يروجون لهذه الأفكار الغالطة، على خطر يعرفوا مع الأسف أنه كثير كثير من الجهال من المسلمين اللي لا يعرفوا لا دين لا علم يسمعوهم ويقولوا سبحان الله. نظن أكتفي بهذا القدر في هذه الفيديو، ومع فيديو قادم، وبالسلامة.